السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا طلاب وطالبات ثالث ثانوي الأدبي والعلمي إلى درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية عبر مبادرة مسارات. أعزائي، اليوم إن شاء الله نحن بصدد بحث جديد، نص جديد لدينا in activity book في كتاب الأنشطة in page 52 في الصفحة 52، وهو النص الأخير الموجود لدينا في هذا القسم in unit 9 في الدرس رقم 9. طبعا لنتعرف إلى هذا النص لهذا اليوم، طبعا كما ذكرت لكم أصدقائي النص طويل، بعض الشيء فيه بعض من الكلمات الغريبة عدد لا بأس به، لذلك نحتاج إلى التركيز في هذا النص. إذن بداية أصدقائي لنرى هذه الصور الموجودة أمامنا. إذن لاحظوا أصدقائي إلى هاتين الصورتين الموجودتين أمامكم. إذن لاحظوا في الصورة على اليسار هو شخص يقوم بعمل يدوي. إذن هو شخص ما مهنته هي العمل الصناعة اليدوية، وأيضا لاحظوا الصورة على اليمين هي مجموعة من الأواني المصنوعة يدويا. إذا البضائع أو أواني مصنوعة بشكل يدوي. إذا الصورة على اليسار الشخص الذي يعمل بالمهنة اليدوية، ماذا نسميه؟ What do we call this person؟ ماذا نسمي هذا الشخص برأيكم؟ إذا كل شخص، إذا هو الحرفي تماما، إذا الحرفي وتعني artisan. إذا كلمة artisan هو الشخص الذي يمارس الحرفة اليدوية، أي هو الحرفي. أما بالنسبة للمصنوعات اليدوية في الصورة على اليمين هي ما تسمى بالartifacts. إذا artifacts هي المصنوعات الحرفية اليدوية، أما الشخص الذي يقوم بهذه الصناعة فاسمه حرفي أي artisan. الآن أصدقائي لدينا سؤال، برأيكم in your opinion do handicrafts industries have a long time or a long history؟ في منطقتنا نحن هنا in Syria do handicrafts industries have a long history؟ هل للصناعات الحرفية اليدوية هل لها تاريخ عريق أم هي صناعات منذ الحديث ظهرت لدينا؟ نعم يا فاطمة. نعم أستاذ، لها تاريخ قديم كتير ولحد الآن كتير من السوريين بيهتموا فيها. تماماً، إذا أنت برأيك yes it has a long history، نعم لها تاريخ عريق بالفعل. إذا في منطقتنا in our area the handicrafts industries have a long history، إذا لها تاريخ قديم. الآن السؤال what makes it important in Syria؟ ما الذي جعل لها هذا التاريخ وما الذي جعلها مهمة in Syria في سوريا برأيكم in your opinion؟ إذا ما هو الشيء الذي جعلها important or have a long history؟ لها تاريخ عريق وهامة أيضا، ما هو السبب؟ نعم يا تيماء. It is the critical location at the crossed of several ancient traditional roles. ممتاز، إذا حقيقة إجابة رائعة. إذا السبب الرئيسي الذي جعل هذه الصناعات قديمة وأيضا مهمة بسبب الموقع الجغرافي كما ذكرت زميلتكم because of its important location، بسبب الموقع الجغرافي لبلدنا أو أين موقعه؟ at the crossroads of several ancient trading routes، على مفترق طرق لعدة طرق تجارية قديمة. إذا سابقا قديما كان هنالك طرق تجارية معروفة بين بين الإمبراطوريات أو بين الدول، فمنطقتنا نحن واقعة at the crossroads، على مفترق هذه الطرق of several ancient trading routes، لعدة طرق تجارية قديمة. This makes it important and have a long history
in Syria. بالتأكيد نتكلم عن الهاندكرافتس اندستريز، عن الصناعات الحرفية اليدوية. إذا بالتأكيد اليوم سنتكلم عن الحرف اليدوية in Syria في سوريا. What we are going to learn in this lesson، ما سنتعلمه اليوم طبعا number one to compare between traditional and modern goods، سنقارن بين الصناعات أو البضائع القديمة والحديثة. أيضا to show the history of artifacts in Aleppo، طبعا درسنا بيحكي عن بداية عن سوريا، أهمية هذه الحرف في سوريا، ومن ثم في القسم الثاني يتكلم عن الصناعات اليدوية في أليبو في مدينة حلب. إذا to show the history of artifacts in Aleppo، إظهار تاريخ الحرف اليدوية في مدينة حلب. وأخيرا to recognize the artifacts in Aleppo، سنتعرف على الصناعات اليدوية الحرفية in Aleppo في مدينة حلب. إلى الكيوردز، بعض الكلمات المفتاحية الهامة طبعا بالتأكيد أليبو هي كلمة مهمة في الدرس مدينة حلب. كرافتس، درسنا اليوم عن الحرف اليدوية كرافتس. تراديشنال، أيضا الصفة تراديشنال وتعني تقليدي. مودرن، حديث. أرتيسانز، إذا كما ذكرنا في الصورة أرتيسانز هم الحرفيون الذين يعملون وينتجون الكرافتس الحرف اليدوية. إذا من يعمل بها يسمى artisans، حرفيون. وأخيرا إذا artifacts، المصنوعات اليدوية، يعني إنتاج هؤلاء الartisans، هؤلاء الحرفيون.